بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتناول موضوعا مهم، وهو بعض الإخوان يتساءلون لماذا أو ما هي التأثيرات التي تتعرض لها الكواكب التي مر بها النجم المذنب، وهل تعرضت هذه الكواكب لتأثيرات ما؟ سوف نحاول شرح هذه المسألة وموقع النجم ذو الذنب، حيث أن أحد الإخوان سألني كيف يمكنني رصد النجم أو كيف تصيدون النجم. فيوجد فيديو قصير شرحت فيه نوع التلسكوب والقطعة العينية وما إلى ذلك من التفاصيل، يمكنك العودة إليه. وبالنسبة لموقع النيبيرو فهو الآن يتحرك، يعني أن الإحداثيات تتغير، فهو في حركة الآن، دخل في حركة منذ 29/5 بدأ في الحركة، حيث كان في شهر 5 كاملا متوقف ظاهريا، نراه من الأرض كأنه متوقف. فنيبيرو يتحرك كما قلت بحيز مكاني وزاوية برود تمتد ما بين 20 آش 26 إن حتى 20 آش 38 إن، وبدرجة قوسية أصبحت الآن 36.5 درجة جنوبا. وما عن انحرافه القطبي فيقدر ب 63.8 درجة، وهو السبب الرئيسي بإخضاع قطبي الأرض للميلان عند الحضيض الأرضي أو ما نسميه بالتحول القطبي. إن الطارق نيبيرو سيلاحظ عند تحركه الظاهري، فقد بدأ في التحرك بشكل واضح طيلة الشهور القادمة، والتي ستمتد من كأقصاها من نقطة التقاء امتداد ديل كوكبة الدلفين حتى موقع زحل الآن. هذا هو الحيز المكاني الظاهري للطارق، ومن هذه المنطقة سيظهر للعيان عند موقع الزوال أو عند الحضوض الأرضي، وذلك حسب بيانات إيريس. إن هذا الكائن الزائر سيعلن عن وصوله من خلال تأثيراته التي نراها الآن، وسوف تتزايد وتصبح واضحة، وسيكون ديله واضحا أو الديل البلازمي العملاق واضحا تلسكوبيا قبل 6 أشهر من الحضيض الأرضي، وقبل 3 أشهر عيانيا من الرؤية العيانية، حيث تقترب ساعة شروق الطارق نيبيرو من الساعة نفسها التي تغرب بها الشمس، ويمثل حالة النسق الواحد تلك نستطيع أن نرصد الطارق عند الدرجة القوسية الآن 36.5 جنوبا ابتداء من منتصف الليل، حيث يتجه الآن نحو منطقة زاخرة بالنجوم والمجرات الكروية، ولكن وبحسب حركته نستطيع أن نميزه. إذا رصدته تستطيع أن تميزه عن باقي الأجرام أو باقي النجوم الثوابت، وذلك بحال التوجيه الصحيح للتلسكوب والمتابعة الليلية المستمرة، لكي تعلم أن هذا هو النجم الوحيد الذي يتحرك. كما قلت، فبالمتابعة اليومية ستستطيع أن تحدده وتعلم أن هذا النجم بعيدا عن النجوم الأخرى الكثيرة والتي هي مسجلة بالخريطة الفلكية. فالنجم المذنب غير مسجل وغير معترف به، لا يوجد بالخريطة الفلكية، لكننا نرصده ونراه. والآن حيث بدأ تحركه نحو كوكبة القوس، فإذا تتبعته كل ليلة تستطيع رصده وتستطيع أن تتعرف عليه، فهو يسير موازيا لخط مسير الشمس، أي المستوى 0 بالنسبة لمستوى مدار الأرض حسب زاوية وروده،
وتعامده الفراغ مع مضارها، وعلى هذا فإن تقاطعه مع محقق والتحول القطبي سيكون عند دخول الأرض في الديل البلازمي بشكل مباشر. وسأشرح قليلا هذا الأمر. فلو كان نيبيرو يسير على خط مسير المريخ مثلا، فإن تقاطعه غير محقق، لأنه انخفض من خط تقاطعه مع الأرض لن يتحقق، لأنه انخفض من الخط صفر، والتحول سيكون التحول القطبي سيكون محققا في المريخ وليس على الأرض. ولكن ولو كان أعلى من الخط صفر ويسير على خط مسير زحل لحصل تحول قطبي حسب القرب الكتلي لزحل. لهذا السبب نيبيرو لم يشكل أثناء تقاطعه الفراغي مع مدارات الكواكب التي اجتازها أي تحول قطبي أو انقلاب عرضي لجملة الكواكب ككل، بل اكتفى بانزياح مداري بسيط وتذبذب في الحركة الإهليلية حول الشمس. وطبعا مع الأخذ بعين الاعتبار اتساع مدارات الكواكب البعيدة عن الشمس وعدم مرور تلك الكواكب بحقل نيبيرو النيزكي، فهي لم تدخل بحقل النيزكي وبقايا حطامه لانعدام التقاطع كما شرحت حول الأرض، انعدام التقاطع مع مستوى مسيره ومسير تلك الكواكب. ولكن مع ضيق المدارات ابتداء من اجتيازه المشتري بالنسبة للمدارات الخارجية، فإن نسبة الاقتراب الكتلي تكون أعلى، لكن حقل نيبيرو الشديد يؤثر هنا على حقول المشتري بنفسه، ولكن بدون إزاحة مدارية، لأن كتلة المشتري الثقلية أضخم منه، وبالتالي يقتصر التأثير الحقلي على سطحه الغمامي العاصف، تكون عواصف جد قوية على سطح المشتري. وقد رصدت المركبة جونو إحدى تلك البقع الغريبة ذات العواصف الكهرومغناطيسية عالية الشدة، مما يدل على أن المشتري بات يتأثر بحقل رفيد آخر قريب منه ويتجه نحو الشمس. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.